ممكن يحولها لأول 3 نقاط نظيفة، وممكن برضو إن فريق الرويال ستيم يتعادل معاه، يصعب عليه المهمة، ممكن كمان يسحب منه الفوز كده وننتقل للدرافت مع بعض. بنشوف عندنا الفيرست بان لمصلحة فريق الرويالز اي سبورت، تواجد لجوي. طبعا كلنا عارفين خطورة جوي عاملة ازاي، وحاسس كده ان مش هناخد طبع التارجت بان زي المرة اللي فاتت يا كيوبي. ممكن، بس لازم ننبه على شيء يا ياسو، انه حتى مع الضغط اللي صار على كروسر بالاكس بي لين بان دولة 4 و3 شخصيات اذا ما كنت غلطان، مع هذا قدر يقدم اداء اسطوري بجروك. ممكن نقول انه واحد من افضل اللاعبين اللي ممكن يختار شخصية اكس بي ويقدر يبدع بهذه الشخصية، فهل يا ترى هذا الشيء راح يتكرر ويانا؟ هل راح نشوف يوزونج او لافو لافو مع هذا اللاعب المحترف؟ نقدر نقول لزموهم من نقطة الجرح بالنسبة لهم. كروسر هو شخصية أساسية كإكس بي لينر متميز ويانا بالبطولة. نشوف بالنسبة للبان كذلك يوزونج راح يتبند مرة ثانية. كروسر هو ممكن نقول جرس الإنذار بالنسبة لفريق الكرسكواد اللي ممكن يدق بأي لحظة إذا شفنا ويا شخصية إكس بي لينر قوية، على عكس اللي كان مع فريق الكرسكواد. هل قدر يتألق وأخذ الـ MVP؟ مو لأنه كان هو أفضل من ناحية أسلوب اللعب، لا، على هذا أنه هو لاعب قوي، ما أقول أنه لاعب مو قوي، بس قصدي أنه فريق الكرسكواد فوكس الـ XP لينر الخاص بالفريق الرويالز، فبالتالي ما أخذ فرصة، والفيرست بيك كانت موجودة عند فريق الكرسكواد، وواحد منها كان أرلوت اللي هو XP لينر الفريق، وبالتالي هو كان الـ MVP. هو احنا شايفين برضو عندنا أرلوت بيتبند من ناحية فريق الرويالز اللي عانوا الأمرين الصراحة من ناحية هالك اللي حصل على الـ MVP. فبالتالي أنا شايف أن المعركة قبل كده كنا بنتفرج على الجولدينرز هم اللي بتعمل لهم تارجت بان، كنا بنشوف الماركس مانات بيتشال، وساعات بندخل لتدير الخناق على الجنجل. ولكن اللي انا شايفه النهارده بالذات في المباراه اللي بتجمع بين الكيرس سكواد وفريق الرويالز اي سبورت، تركيز عالي جدا على الاكس بي لين. عندك بان لارلوت، بان لجوي، الناحيه الثانيه عندك بان ليوزونج، في برضه قصادك دلوقتي كاجا. فانا مش عارف الصراحه، يعني هو اكيد طبعا هالك مرعب وكروزر مرعب، ولكن بنرجع تاني لبنات الماركس مان اللي كنت لسه يعني بتكلم عنها. بنشوف وان وان مش عايزين ان هم ولا يلعبوا قصادها ولا يلعبوا بيها فريق الرويالز اي سبورتس. تفتكر هنكمل على بنات الاكس بي كتير؟ صراحه الاكس بي الى شغله والى التمركز الصحيح، ومثل ما شفنا بيوم امس، ده يوم امس او قبله، كانوا اللي هو جروزر من لاعب، يمكن يوم اول يوم من لاعب يوزونج ولابو لابو، يعني شفنا لاعبين اقوياء، وقبل شويه شفنا كوستاريكا كذلك تميز بارضيه المباراه. فالاكس بي لينر رول ابد مو قليل، رول مساهم بنقدر نقول ويا الرومر كذلك، وممكن يصيد الدمج ديلرز مثل ما شفنا نيوزونج يقدر يوصل الفارسة او اي ماركسمان ممكن يكون مع فارسة. فبالتالي اختيارات الاكس بي لين لازم تكون دقيقه، اختيارات لازم تكون مميزه بالنسبه للطرفين. وعلى ذكر فارسة راح تتبند، والفيرست بيك راح تكون مع فريق الرويالز. برايك شنو ممكن حاليا ميتا يا ياسو تختاروها فريق الرويالز؟ انا شايف ان فريدرين مازال خيار مطروح على الطاوله، في برضه ممكن انت تاخد بكاي زي اكاي. بص لسه بنجلس رهيب يا اخي، اقول لك ممكن مش ممكن على طول فريدرين بيكون اختيار فريق الرويالز اي سبورت. وانا عايز اقول لك ان احنا ما زلنا مستمرين على بكايه الجنجلر اللي بيكون تانكي واللي بيقدر يوصل عشان يعمل ريتيبيشن بتاعته لابو لابو الناحيه الثانيه بشكل سريع. حاسس كده ان هالك ما صدق ان لابو لابو نزل على طول في اول 10 ثواني بيبك البكايه قصادنا. هالك في الاكس بي لين بيحصل على لابو لابو في حين تدير الخناق على الاكس بي لين، ومنتظرين بالفعل من فيوري. انا مش عارف ممكن ياخد ايه توقعك لفيوري، ممكن انه ياخد فالنتينا إيه في، ممكن نقول واحده من الاختيارات الحلوه اللي يقدر يختارها هذا اللاعب. فيوري متالق بالميج اللي يسبب ضرر اسطوري بعيدا عن السلو افكت مثل ايف، هو شخصيته اللي تميز بيها من وجهه نظري كانت فارسة، بس بعد بان فارسة ما انطوا فرصه للميج فريق الرويالز انه يقدر يقدم ويسوي شيء. علينا الاسطوري انت الاسطوري حبيبي. شفنا هنا فارسة فالنتينا راح تكون موجودة، نقدر نقول فالنتينا تقدر تاخذ أي مركز بالنسبة لهم، وإذا اختاروا جروك فراح تستفاد من ألتا، ممكن هيرو ينطي أميون مثل ديجي كذلك تستفاد من ألتا، بس هناك روزر قال لك انطيني جلو وخلينا نشوف شلون ما تقول أنت مطحنة بالإكس بي لين يا الشعب، خلينا نشوف شنو ممكن يسوي جلو ضد لابو لابو. ميليسا راح تكون موجودة كماركسمان بالنسبة لهم، ولارك راح يكون وياه. الاختيار الأخير
انا شايف صراحة يعني هم خلاص هم حسموا موضوع البيك الثالثة فريق الكير سكواد. انا كنت متوقع ان احنا نشوف بيك لي التانك او الرومر بالنسبة لي فريق لفريق الكير سكواد عشان يبدأوا يعملوا بانز على الرويالز من هم يعني خدوا الافضلية في الرومر. ولكن كان اختيار فريق الكير سكواد ان هو كما عهدنا الجانجلر وجانجلر يقدر يوصل للاوبجيكتيف بتاعه بشكل كويس, جانجلر تانكي ويقدر ان هو يعمل الريتيبيوشن بتاعته من غير ما حد يقدر يقطعه في الموضوع بكيت مارتس طبعا من ناحية اشفن. وبندخل على المرحلة التانية من الدرافت بيكس, وانا شايف كده ان الرويالز هيكون مرتاح قوي 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 في البانز على الماركسمان بتواجد من لسه الناحية دي. انا شايف ان هيكون في تارجت بان على الماركسمان. يب, نقدر نقول انه برودي وبياتريكس ممكن يكونون اختيارات مثل ما قلت يا ياسو. بعد ما بندوا وان وان ممكن يزيدون الخناق على الجولد لين مثل ما صار بالجولة السابقة على كروزر تحديدا, فاستس راح يتبند وفرانكو راح يكون هو البان, ديفوكسون الرومر الطرفين, واستس واحد من افضل اختيارات مع فريدرين تحديدا. هذه الاستراتيجية اللي شفناها مع فريق البلاك ليست اللي قدرت توصله المناطق او مراكز عالية في البطولة العالمية. استس لازم يتبند, بس مثل ما قلنا اكو رافائيلا, اكو ممكن نقول ماثيلدا تقدر تساعده, بس مع هذا بعض اللاعبين يفضلون تانك مع فريدرين. شخصيا انا افضل سبورت. انت ياسو شنو رايك؟ انا بص, انت هتقول انت بتفضل تانك ومفضل سبورت, عايز عندي بقى ليك تانك سبورت ممكن ياخدوه عندك مينيتور, ممكن تانك سبورت لو اتحط وسط تشكيلة الرويالز اي سبورت ممكن ان هو يكون مفيد جدا لميليسا, مفيد جدا في الاوبجيكتيف بالنسبة لفريدرين. واكيد يعني شفت يعني لسه بنتكلم حتى الماتش اللي فات كان مهم جدا بكاية مينوتور. وبنشوف عندنا دلوقتي بان لديجي, ما زال البانز على الرومرز كتيرة جدا. الصراحة كنت متوقع ان احنا نشوف ماركسمان, لسه في برودي, لسه في غيره, ولكن اظن فريق الرويالز اي سبورت مرتاح مع البكاية بتاعته. ديجي بان بالنسبة لي فريق الكير سكواد, وبالتالي ما زال فريق الكير سكواد لسه اوكي ممكن هم ياخذوه يعني الكير سكواد البيك راح تكون مع وياهم, فاختيار جدا قوي. فضحوا بهذا الشيء, ضحوا بالنسبه للطرفين, بس مثل ما قلنا اختيار كان ممكن يكون موفق مع فريق الرويالز, بس ما حبوا يخاطرون لان صراحه اختيار اسطوري. بعد بان ديجي قال لك حبيبي خلينا نبند مينو قبل لا يختاروا, وبالفعل هذا اللي صار. بالنسبه لسكروب راح تكون البيك عنده, ممكن هنا ماركسمان يكون بالنسبه لهم, ما فوكسوا الماركسمان, فوكسوا الرومر اللي ممكن يكونون مصدر ازعاج بالنسبه لهم. بياتريكس اختيار بعده موجود ومطروح على الساحه, بس قرروا يروحون كلاود ممكن على مود الديمون هانتر اللي ممكن يسببه على كارا اللي يعتمد على الصحه بشكل كبير. ممكن نقول الالتيميت الرينج اللي ممكن يسبب ضرر على ميليسا حتى وهي مستخدمه الالتيميت الخاص بيها, بس جلو ممكن يسبب له مصدر ازعاج قوي لهذه الشخصيه. البكات الاخيره اللي راح نشوفها مع فريق الرويالز, انا الصراحه عندك دلوقتي بكايت كلود هتكون كويسه جدا, ولكن في الايرلي جيم ميليسا اكيد هتستفيد بالرينج الخاص بيها, سكند سكيل هتقدر ان هي يعني احنا بنسميها مساحه تقعده تحت التار بتاعه ما يقدرش ان هو يتحرك. وفريق الرويالز اي سبورت ما زال بيفتكر ليه خدمات الرومر, ما زال بيفتكر ليه خدمات الميج, ممكن ان احنا نشوف ميج ما تستفدش بفالنتينا, وممكن برضو ان هم يضطروا فريق الرويالز حتى ياخدوا حاجه تساعد المنظومه بتاعتهم. ممكن ايف, اظن ممكن ايف, بس ساعتها فيوري هيستفيد جدا. اوكي يا شباب, فمثل ما راح نشوف ايف ويا لوليتا راح تكون موجوده, كذلك لوليتا لا تفكر بها بالشيلد تقدر توقف كلاود بطريقه جدا ممتازه. البيك الاخير راح يكون مع فريق السي اس, فريق الكير سكواد. شنو ممكن يكون الرومر اللي راح يتميزون به؟ شنو ممكن نشوف الرومر اللي راح يتالقون به؟ واكو حركه حلوه شفناها اكثر من قبل انه ديجي يكون ويا كلاود حتى ينطي افضليه للديمون هانتر, بس هذه المرة راح نشوف ملك ال1 versus 1, ملك الفري ستايلات شوكا رومر بالنسبة لكير سكواد. الجولة يا الشعب راح تبلش بين فريق الكير سكواد وفريق الرويالز بعد انتصار فريق الكير سكواد. هل هذا الشيء راح يتكرر؟ هل الكابوس بالنسبة للرويالز راح يتكرر؟ أم اللعنة راح تتحطم بهذه الجولة؟ أسئلة هواية بس الأجوبة عند اللاعبين. فريق الكير سكواد يتزين بتواجد بكات تقيلة جدا هتساعده في التيم فايتس, وعندك دلوقتي الرويالز اي سبورت بيكون عنده فريدرين, جلو, ميليسا, ويلوليتا, ايف. منطقه العمليات عند فريق الرويالز اي سبورت هتكون صعب جدا الخروج منها. كير سكواد على الناحيه الثانيه تواجد لبكايه فالنتينا, لابو لابو, مارتس, وي كلود, وعندك تشو هو اخر اختيارات
فريق الكير سكواد، وبالتالي هيكون عندهم تركيز على التيم فايت، تركيز على ال1 في 1 زي ما انت كنت لسه بتقول. بالنسبه لتشول اللي هيساعد اكيد كلود في الايرلي جيم، مفاتيح كتيره موجوده في ايدين الجولد لينرز. 5 ثواني وننزل لارض المعركه وهنشوف دلوقتي قصادنا الفرقتين وهم بيبداوا بدايه. هل يا ترى هتكون متحفظه زي الماتش اللي فات، ولا فريق الرويالز اي سبورت هيقدر ان هو يبرز تواجده من الايرلي جيم؟ مباراه راح تكون صعبه مثل ما قلت، الايرلي جيم راح تكون اساسيه بالنسبه للطرفين، لازم نشوف شنو ممكن يسوون الفريقين. الايرلي جيم لازم ما تخسره يا الرويالز، خسرته بالجوله السابقه وشفنا النتيجه عواقبها كانت وخيمه، لازم هذا الشيء ما يتكرر من البدايه. نشوف ان الرومرز راح يكونون موجودين بالميدلين، وكذلك اذا تلاحظ انه فالنتينا راح يحاول يضغط على ميليسا بسبب انه كلاود ممكن يكون مصدر قلق بالنسبه الى الجرين، راح تنزل مارتس راح يكون موجود، والريتري كذلك راح تكون بالتايمينج الصحيح. قدر كينج يجي واستخدم الريتري على الباف حتى يقدر يستخدمها بشكل صحيح، لان الجرين راحت والموضوع راح يكون صعب على الطرفين. انا شايف دلوقتي قصادي ان في ضغط شويه على الميد لين، الدمج عالي جدا بالنسبه للميجات بالنسبه للفريقين، واللي احنا شايفينه دلوقتي قصادنا هو تمركز من فريق الكير سكواد على الاوبجكتيفز الخاصه بيه، سواء كانت البفوات سواء كمان كانت الريفر فيجن. وشايفين دلوقتي قصادنا ميليسا بتستفيد بالرينج بتاعها. الناحيه الثانيه في الماب كروزر بيستعمل فليكر بدري جدا، ارشفن موجود ممكن فيها فيرست بلود. بص عند دلوقتي اللي هيحصل، كروزر مستني على السكند بتاعته ما بيقدرش يعمل حاجه، معهوش اي حاجه، معهوش ولا سبيل ولا فيرست ولا سكند، وبالتالي بيحصل فريق الكير سكواد على الفيرست بلود. بدايه طاغية لفريق الكير سكواد مرة تانية. تفتكر احنا رايحين لنفس السيناريو؟ صراحة اذا استمر هذا الشيء ممكن يتكرر. نشوف هنا ايف موجودة بمكان خطير، ممكن نقول يا ياسو انه السيناريو تقريبا ممكن يتكرر، بس هذه المرة ممكن ضغط كذلك على كروزر يحاول يتراجع، بس قدروا يسيطرون على الاكس بي لين بشكل قوي. كروزر ما ينطوا مجال للتنفس، ويعرفون هو الورقة الرابحة بالنسبة لهم، لهذا دائما يضغطون على الوتر الحساس، راح يحاولون ياخذون ويسحبون التيرتل. موجود كينج وهي ممكن يحاول، بس صراحة مع الثلاثي الرهيب الموجود هنا تشولي وحده ممكن ينطي الوقت الكافي حتى ارشفين يضرب الريتري بالوقت الصحيح، ونقدر نقول تيرتل سهله لمصلحه الكير سكواد. الكير سكواد بيحصل على التيرتل الاولى، واللي انا حابب انوه له هو ان فريق الكير سكواد قدر يحصل على كل الافضليه لعدم تواجد الفليكر بالنسبه لفريق الرويالز اي سبورت. شايفين دلوقتي عندنا طبعا كلير سريع جدا في التوب لين، قدروا في البوت لين من شويه اللي كنت لسه بتحكي ان هم بيحاولوا يضغطوا على كروزر، فليكر 120 ثانيه طبعا زي ما كلنا عارفين، قدروا يجيبوا عليه كل ساعتها وقدروا يجيبوا عليه كل بعديها، ودي طبعا ستيل سريعه جدا من فيوري للبلو باف. شايفين دلوقتي قصادنا فريق الرويالز اي سبورتس بدا بالتراجع مره اخرى بعد ما كان في عنده سنه اجريسيف ورا التاور عند لابو. لابو نبص مع بعض على الميد لين، هنلاقي عندنا ان فيوري 77 طبعا بيحاول ان هو يخلص مهام الكلير بشكل سريع ويساند فريقه في التوب لين. زياده عدديه ولا ايه؟ لا، تكافؤ عددي موجود في التوب لين، وارشفن يعني بيخلص مهمات البفات بتاعته، بيخلص كل الفورم اللي هو محتاجه. شايف الكير سكواد بيحصلوا على الفورم اللي محتاجينه من كل اريحيه. يب، مثل ما قلت حاليا الكيرس مسيطره، اذا استمر على هذه السيطره فممكن تكون مشاكل اكثر بالنسبه للرويالز. حاليا الرويالز بعد خسارتهم للجوله الاولى ممكن الجوله الثانيه ما تختلف هوايه عن الجوله الاولى، يحاول انه يتقرب ارشفين، ممكن يسحب اللوليتا، وبعد شو الكومبو الرهيب من فريق الكير سكواد راح يودع بالتيميت اسطوري شفناه من مارتس تحديدا، دا يحاولون يجيب الايف فايت عليهم واحد واحد، الفريق دا يحاول بس التيميت حلو من ايف او من فالنتينا كذلك، قدروا يستخدمون الاثنين التاتهم بطريقه رهيبه، دا يحاول ارشفين دا يلعب بطريقه اجريسيف على عكس اللي قلته يا ياسو انه ممكن نشوف كلاود تحت التور، كلاود هو اللي مسيطر بالجوم لين. ولكن طبعا يعني معظم الفضل ان ما كانش كل الفضل يرجع لجهود فريق الكير سكواد في التواجد في التوب لين، زيادات عدديه، وشفنا طبعا سكروب في التوب لين من شويه بفليكر فيرست قدر ان هو يطلع كلايه لفريقه، وبالتالي فريق كير سكواد بيتفوق في جولد لين باعطائه لاسيست
لجولد لين الخاص بيهم لارك، وهندخل بعد ثواني معدودة لفايت التيرتل اللي هيكون مهم جدا لكلا الفريقين، سواء عشان يخلصوا الفارق بالنسبة للجولد، سواء برضو عشان يدي روح معنوية. بص عندك هولك في الميد لين بيقدر انه يعمل حاجة ولا ايه؟ بيقدر بالفعل لو نجيب لافيريو. عندك الفيرست كيل موجودة ولا ايه؟ حلوة جدا دلوقتي قصادنا من لوليتا، دمج عالي جدا من لارك ولكن غير كافي بعدم تواجد الديمون هانتر، وبيحصل وسط كل ده على الريتري. وبيشوف عندنا دلوقتي قصادنا لسه تيم فايت مستمر، كينكارا بيحاول ان هو يعود، وبالتالي فريق الرويالز تيم رويالز سكواد بيخسروا التيرتل وبيخسروا التيم فايت مرة تانية. عفوا الرويالز اي سبورت هم اللي بيخسروا التيم فايت والتيرتل مرة تانية، وشايفين الميد لين ممكن يقع ولا ايه؟ حلو جدا دلوقتي قصادنا من لافيريو ولكن مازال مستمر على الضغط بتاعه. فريق كير سكواد اداء يعني نقدر نقول ان هم اللي بيرسموا الخطة اللي بتكون الاولى واللي بعديها بيردوا عليهم فريق الرويالز اي سبورتس. افتكر ممكن في اي لحظه من اللحظات تنقلب الطاوله ونشوف ان فريق الرويالز اي سبورتس هو اللي بيبادر بالنقاط الاولى. صراحه ماكو شيء مستحيل، الكومباك راح تكون موجوده اذا الرويالز قدر يفكر بطريقه ذكيه. وخطا قاتل من فريق الكيرز مع فرق جولد 3000 ممكن نشوفهم قليل الى حد ما، بس مع الضغط اللي يسبب الكيرز مع ازدياد فارق الجولد مع كل دقيقه مع كل ثانيه ممكن تسبب مشاكل بالنسبه لهم. ممكن يخسر حاليا ميليسا، عارفين راح يتقرب، ممكن يفوت عليهم جوه التور. خلينا نصعد للتوب لين ونشوف. بالفعل ميليسا موجود جوه التور، راح يفوت عليه شوف فليكر ويا الفيرست الكومبو من الكيرس. ده يحاول لوليتا بس راح يتاخر، ما كل وقت الكافي انك تستخدم الالتيميت. فريق الرويالز ده يتساقطون واحد ورا الثاني مثل قطع الدومينو بالساحه الموجوده ويانا. فريق الكيرس ده يقدر يسيطر هنا، ده يحاول وايفا بالكذلك بالالتيميت ضرر سريع ممكن الشات داون تكون موجوده. كينج ده يحاول بس فيوري ومع هذا الشات داون راح تكون موجوده. التيميت من كينج ده يخليهم يتراجعون، ممكن هذه العوده ممكن الملحمه. ده يحاول كينج انه يتراجع، بالفعل الكفر راح يكون موجود، دخول من كيرسر واخيرا نشوفه. ده يحاول انه يسبب ضرر، شو موجود بس انها العوده، انها العوده بالنسبه للرويالز. فريق الكيرس ده يحاول يرجع، دخول كذلك من هاج، ده يحاول يجيب واحد من عندهم. فيوري ده يحاول بس ممكن يتراجع. لوليتا بالتيميت بس ما قدرت تسبب الضرر الكافي. فريق الرويالز زي يرجع بالجيم، حركة مرتدة تقلب الموازين من سجين إلى سجان، من فريسة إلى مفترس في غابة مواجهة الأبطال. رويالز إي سبورتس يعود بشكل قوي جدا في اللقطة اللي فاتت 4-5 بعد ما كانت 5-1، وشايفين دلوقتي قصادنا طبعا لعب دور كبير جدا الكير سكواد، كان ممكن يخسر كتير على فكرة بالفعل. في اللقطة اللي فاتت لولا تواجد سكروب اللي ضحى بنفسه عشان فريقه، واللي احنا شايفينه دلوقتي قصادنا إن فريق الرويالز اي سبورت بيقلص الفارق. مش بس بيقلص الفارق، بدأنا نشوف تعادل بالنسبة للجولد، وبالتالي ممكن دلوقتي ان فريق الرويالز اي سبورت يعود في اي لحظة من لحظات المواجهة. ولكن هل هيكون الموضوع ده ممكن مع فرق الفورم اللي موجود مع كلود؟ لان واحد واخد بالي ان كلود معاه فورم اكتر يعني بالنسبة لي ميليسا، وتساعد بشكل اكبر من فريقه. عموما هنشوف دي كلها طبعا اسئلة مطروحة ليه كلا الفريقين عشان هم اللي يجاوبوا عليها. كير سكواد بيكون بيعاني للمره الاولى من اصل مواجهتين اللي دلوقتي بتجمعه مع الرويالز اي سبورت. بس عندك فليكر الت ولا ايه؟ حلوه جدا دلوقتي صوتنا من لوليتا او من فالنتينا عفوا، اللي بتستخدم التيميت لوليتا للتيم هيرو هاز بين سلين. الدمج لسه عالي، فليكر الت موجوده من توشي، الدمج لسه مستمر والكيلنج سبري بالنسبه لفريق الرويالز اي سبورت. رويالز اي سبورت والتبطيء موجود من ناحيه ايف، سكروب بيعمل فليكر عكس ولكن بتقلب السحر على الساحر، وفريق الرويالز اي سبورت بيحصل على الكيل، بيحصل على الثانيه، بيحصل على الثالثه وكمان الرابعه لمصلحة فريق الرويالز اي سبورت. نايس جيم بلاي بالنسبة لفريق الرويالز اي سبورت اللي بيعود بعد تأخر في الايرلي جيم. انت فينك من زمان يا رويالز اي سبورت، بيعود الان بيحصل على الصدارة بالنسبة للفورم، بيحصل على الصدارة بالنسبة للكيلز، وبالتالي هيستفيد بشكل كبير في التوب لين. ده يحاول فريق الرويالز مثل ما قلت الرجوع بأرضية المعركة، بس هالك ده يحاول كذلك انه يوقف هذه الحركة اللي ممكن تكون الانتفاضة بالنسبة لفريق الرويالز. حاليا الكيرز ده يحاول انه يسيطر على الامور بعد ازدياد فارق الجولد لمصلحة فريق الرويالز. اللورد راح ينزل بعد 10 ثواني، فهل يا ترى راح يقدر الرويالز ياخذه؟ هل يا ترى راح يقدر يحطم توارات؟ هل راح يا ترى راح يقدر يحطم قلاعهم الموجوده لفريق الكير سكواد؟ هل اللعنه راح تتحطم بالهجمه القادمه؟ بالنسبه لتشو ممكن يكون ذو نفع كبير بالنسبه لهم، بس بنفس الوقت ممكن هذا الشيء يكون سيء اذا دخل بطريقه ما تكون افضل دخول بالنسبه له. اللورد راح يكون موجود يا الشعب، راح يحاولون يسحبون
يسحبون فريق الرويالز بجهة اللورد إلى جهتهم، فهل يا ترى راح يقدرون، هل يا ترى راح يقدرون يأخذون هذا اللورد المهم؟ جلودا يكون مكان خطير، ممكن يتلقى ضرر عالي، ألتيميت راح يدفع من عند لوريتا ويا ممكن أفليكر كان ويا الألتيميت يكون رهيب. إيف موجودة هنا وفالنتينا كذلك، تشو قدر يسحبه، الميليسا مكان خطير بس قدر يدخل بين الأربع أعضاء الموجودين، ضرر سريع موجود وبالفعل الميجا كير راح تكون موجودة. لابو لابو فات لهم بألتيميت فليكر، هالك يحاول، هالك يحاول ضربة باسف يا هالك موجودة وبالفعل راح يقدر يصيده، والشوت داون على ماركسمان الرويالز بس موجودة هنا لوليتا للانتقام، ضغط موجود من فريق الكيرس، يحاولون يتراجعون فريق الرويالز وبالفعل بالهجوم الموجود ويا الفينجنز على كلاود ممكن يسبب ضرر عالي، ألتيميت راح يكون موجود بس جلو راح يكون جاهز، السكند موينها يا كلاود صعب انه بالفعل فعل الألتيميت راح يحاول يسحبه بضرر سحري بالفعل نجحت الخطة، أرشفين موجود الشات داون كذلك الاثنين دي يتقاتلون، دي نشوف هنا محاولة باستماته انه يحصلون الكيلات كيل ورا كيل وبعد أرشفين مقاوم بعد دي يحاول بس النهاية راح تكون على يده، فايت طويل بين فريق الرايالز والكيرس كواد، انها القمة يا سادة وهذا هو الاحترام. كيرس كواد بيقدر انه هو يستفيد بكل اللي حصل في اللقطة اللي فاتت، ولكن على الناحية الثانية برضو الرويالز نفس الكلام ينطبق عليهم، شايفين دلوقتي قصادنا ان الفرقتين بيقدروا يبرزوا افضل ما عندهم، شفنا طبعا لابو لابو في اللقطه اللي فاتت بالدبل كيل الجميله جدا اللي قدر فيها يوقع مش بس الماركس مان كمان تقريبا كان الميج هو اللي وقع من ناحيه فريق الرويالز اي سبورت، واللي ادى فريق الرويالز اي سبورت شويه كده من التردد في ان هم يكملوا التيم فايت، ولكنهم قدروا يتحصلوا على كيل على ارجن. بنشوف دلوقتي عندنا اللورد اللي ما زال موجود في ارض المعركه ولسه لحد دلوقتي ما اتخذش من اي فريق من الفرقتين، اللورد حاليا ما عادتش فكرته في ان هو بس يكون اللورد. اوه بص عندك دلوقتي توشي فيرست فليكر دلوقتي ولا ايه، اوتوت فليكر حلوه جدا اللورك بيقدر ان هو يعود للخرف سكروب وما بيقدروش فريق الرويالز اي سبورت يطلعوا لورك من الحسبه. ونرجع لكلامنا واحنا بنقول اللورد ما عادش فكرته في ان هو بس يساعدهم في البوشنج، ولكن ممكن انت تستفيد باللورد ان هو يديلك اوبجيكتيف او يديلك حد من الانمي تيم، ممكن ان هو يساهم في ان انت تعمل بيت او ان انت تكون بتوهم الفريق الخصم ان انت بتاخد اللورد، ولكن انت على العكس تماما انت مستني الانمي يدخله. اظن دي استراتيجي ممكن ان احنا نشوفها في اللقطات اللي جايه. بنشوف عندنا دلوقتي فريق الرويالز اي سبورت وهو بيقرب من ارض اللورد، واللي احنا شايفينه ان الكيرس سكواد بيقدروا يكونوا متمركزين قبل فريق الرويالز اي سبورت، بيقدروا ان هم دلوقتي عندك البيتنج موجود وبتواجد بكايا تانكي زي كين كارا اللي بيلعب قصادنا دلوقتي بفريدرن. اوه لا لا ارشفين، لا ارشفين دخل البوش بالغلط، لا ارشفين، وبالتالي فريق الكيرس سكواد بيتواجد في كل الاماكن، اللورد على الاعصاب وشكلنا كده الفرقتين عايزين يدخلوا للانهانس لورد. سكروب ممكن يعمل حاجه ولا ايه، بيعود للخلف لورك موجود دلوقتي قصادنا والفرقتين موجود عندنا كروزر بيقدر ان هو يتعامل معاه، ده مش عالي جدا من ناحيه لورك وبالتالي بيثبت لنا تواجد الفار معاك، وتسيل موجوده دلوقتي قصادنا من الكيرس سكواد، ممكن نشوف حاجه ولا ايه من الكيرس سكواد، الالتيميت موجوده دلوقتي واقف وسط الاربعه، كينكارا كينكارا بيودع ولا مش بيودع، كينكارا بيودع ولا مش بيودع، فليكر وفيرست موجوده من ناحيه كروزر ولكنها غير كافيه، الدمج عالي جدا دلوقتي وصلنا ناحيه منطقه اللورد ولكن غير كافيه. بنشوف دلوقتي عندنا الفرقتين وهم بيعودوا للخلف، لورك قدر ان هو يبقى لا 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 ما قدرش ان هو يرجع، كروزر موجود لا لا لسه لسه فيها اتش بي، لسه فيها اتش بي بيقدر بالفعل ان هو يعيش، الدمج عالي جدا ومعركه موجوده ورا معركه في ارض الفجر، واللي احنا شايفين دلوقتي وصلنا فليكر ولا ايه منك يا توشي، توشي ما بيقدرش انه يعمل، ما فيش معاه فليكر واحنا شايفينه، سكروب بيكمل التيم فايت لا 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 فيوري ولا معاه فليكر قلت ولا ايه، كينكارا موجود في منطقه وحشه، كينكارا بيقع دلوقتي والريتيبيوشن بتقع بالنسبه لي فريق الكيرس سكواد، فليكر فيرست من ناحيه سكروب في ايه؟ في ايه اللي بيحصل؟ ايه ده كله مش معقول يا فيري، وبيقع فريق الرويالز بيقع، اربعه موجودين ممكن فيها وايب اوت قصادنا، كيرس سكواد يتعملق يا كيوبي مش معقول، اداء اسطوري من فريق الكيرس سكواد، يحاولون يجيبون الوايب اوت وبالفعل ضغط موجود ممكن تكون نهايه على 13 دقيقه، راح يحاول انه ينهون الجيم قبل ما ينزلون، فهل يا ترى راح يقدرون؟ كلاود موجود بس لوليتا كذلك يحاول انه هنا ينهي، موجود البيسك ورا بيسك من قبل لارك بس الموضوع راح يكون صعب، والشيلد كذلك راح يكون موجود، فريق الكيرس سكواد
سكواد قدر يكتسح فريق الرويالز اي سبورتس، دي نشوف الاداء، دي نشوف السيطره، دي نشوف الاحتراف، دي نشوف المستوى في ارضيه المعركه. اداء اسطوري من قبل الكير سكواد. نقدر نقول يا ياسو انه مباراه دا تكون من طرف واحد. أيه. فريق الرويالز حاول العوده بس هنا موجود الكيرس لتحطيم الامال، دا يحاولون يضغطون من ناحيه التورات اللي ممكن تكون موجوده. من اي عالم انت يا كير سكواد؟ هل هو وجودك رعب بالنسبه للرويالز اي سبورتس؟ هل هو وجودك كان عقاب بالنسبه لهم انه تواجهوا لاكثر من مره؟ فريق الرويالز لازم يرجع بالجيم، فريق الرويالز لازم ينتقم من فريق الكير سكواد، اذا مو هذا اليوم بالايام القادمه، الايام راح تكون موجوده والخساره ما راح تعني الاقصاء ويانا، مجرد تجميع نقاط. فالفكره هنا يا ياسو انه المباراه ممكن تكون صعبه والنهايه على يد فريق الكير سكواد. دلوقتي عندنا فريق الكير سكواد هم بيدخلوا مع اللورد، ممكن يكون لورد الفينش حلو جدا دلوقتي قصادنا من سكروب، ولكن غير كافيه بالنسبه لي توشي والشباب فليكر التيمت ولا ايه، موجود عندنا الدمج عالي جدا وبيقدروا ان هم يخلصوا على اللورد، ولكن لسه الخطوره موجوده من ناحيه الكير سكواد، ممكن انه يحصل على حاجه ولا ايه؟ شايف ان الكير سكواد بداوا تاني يرجعوا، انا شايف ان كان بالامكان افضل مما كان بالنسبه للكير سكواد، ما استفادوش باللورد زي ما احنا متعودين، ولكن الضغط موجود من الثلاث لينات ممكن يكون فيها الفينش. شايفين دلوقتي قصاده ممكن الضغط على التوب لين ولا ايه؟ حلوه جدا دلوقتي من سكروب في الباك لاين، ولكن الكليرنس ما زال موجود. رويالز اي سبورت نقدر نقول دفاع نجح، فيوري موجود دلوقتي عندنا والالترات موجود والارك داخلين دلوقتي قصادنا، الدمج عالي جدا من ناحيه فريق كيرسكو، لكن الرويالز بيرد الناحيه الثانيه، التمت من نوليتا قصاد التمت من نوليتا، ما زلنا مستمرين على الضغط وكير سكواد موجود اثنين قصاد اربعه. بص عندك دلوقتي ايه اللي بيحصل، رويالز اي سبورت بيقدروا ان هم يعملوا التيم فايت في ناحيه البيس، وبنشوف عندنا هولك بيقع، انا مش مصدق اللي انا شايفه، الرويالز اي سبورت بيحصلوا على دفاع ناجح، ده يحاولون يهجمون بس مثل ما نشوف دفاع من حديد، ممكن هالك يودع وهالك بعده ده يقاوم بالالتيميت يا حبيبي، شوفهم الرجوله، شوفهم باسف هذه الشخصيه، وبالفعل فيوري راح يودع وهالك راح يقدر يتراجع بعد ما كان عند البيس ضد ثلاثه يا حبيبي، هذا هو هالك، هذا هو اكس بلينر فريق الكير سكواد، ده يحاول انه يضغط على التور بس الضرر جدا عالي، ارشيفين راح يقدر يوقع التور بس راح يدفع حياته ثمن لهذا الشيء، ومع هذا اللورد راح يكون متاخر الى حد ما، ممكن ارشيفين يلحق انه يجي لهذا اللورد، ضحى بنفسه حتى يقدر يحصل هذا التور الاساسي بالنسبه لهم، فريق الكير سكواد ده يقدم التضحيات حتى يحصل الادفانتج الرهيب الموجود، مثل ما نشوف الكيرس ده يقدر يخلي لمساته، ده يقدر يخلي بصماته، في ارضيه المعركه الكيرس هو المتفوق، فريق الكير سكواد ده يقدر يضغط الى حد ما مع محاوله فريق الرويالز للعودة، بس الموضوع راح يكون صعب بالنسبة لهم، توراتهم الثانوية معرضة للخطر، بنشوف الارت موجودة هنا بس السلو افكت ممكن يأثر على هذه الشخصية مع وجود ايف، ممكن نقول انه المباراة راح تكون صعبة واللورد راح يتقرب يا الشعب، فاليا ترى راح يقدر يسويها، فريق الكير سكواد هذا هو لورد لازم يكون عنوانه، لورد النهاية، شبح الخسارة دي حاهم فريق الرويالز موجود هنا تشو راح يحاول انه يسبب ضرر، بس المباراة كذلك صعبة بالنسبة للطرفين، هالك راح يكون موجود بمكان خطير، ممكن كذلك نشوف الغدرة انه يحاولون ينهون بطريقة قوية، وهذا اللي دا اشوفه من قبل هالك، ممكن يحاول يسوي كلير ويضطر الفريق يتراجع، بالتالي ممكن يكون لورد مهم، اختفاء راح يكون موجود على هالك، فاليا ترى راح يقدر يرجع، خلينا نشوف الضغط الموجود البيسك ورا بيسك من قبل ميليسا، التمت من لوليتا ويا فليكر، التات ورا التات، ضحوا باللورد بس هالك بعده مقاوم، هالك دا يستمر وخلاهم يضيعون التاتهم، دا يحاولوا يفوت، فاتلهم جلو والريتري راح تكون من قبل ارشيفين، قدروا يصيدوا الهالك بس بالتالي اخذوا لورد مهم فريق الكير سكواد، خطه واستراتيجيه راح تكون قويه بس غياب هالك عن الهجمه الاخيره اللي ممكن تكون موجوده، هل يا ترى غياب هالك راح يقدر ياثر على الفريق ام لا؟ هل يا ترى راح يقدرون ينهون هذه الهجمه مع غياب هالك اللي اساسي بكل هجمه؟ بدنا نشوف الضغط موجود من الكير سكواد بس مهمتهم ما زالت صعبه. اللورد يتقدم من الميد لين وممكن احنا نشوف دي تكون هي لقطة الفينش، ولكن ما زال الدفاع الحديدي من ناحية فريق الرويالز اي سبورت ممكن يستمر، سكروب جاي ومعاه ضرب الاختفاء، من دلوقتي عندنا ممكن يحصل حاجة من ناحية فريق كير سكواد ولا ايه؟ الدمج عالي جدا من ناحية ميليسا، ولكن ما زال الدمج مستمر من ناحية فريق الرويالز اي سبورت، فيها نجاح لدفاع تاني ولا ايه؟ مش معقول اللي انا شايفه،
مش معقول فريق الرويالز اي سبورت دفاع من حديد للمرة التانية على التوالي. كيرس سكواد مش عارف يفنش يا كيوبي، مش عارف ان هو يدخل لجوه حتى مع وجود الاختفاء بالنسبه لسكروب، ما قدرش يدخل لجوه. نفس الكلام لكل اعضاء فريق كير سكواد، ليه لحد دلوقتي فريق كير سكواد مش عارف يفنش؟ هل هي اخطاء من الكير سكواد ولا الدفاع بالفعل زي ما انا قلت حديدي من ناحيه فريق الرويالز؟ دفاع صراحه رويالز دفاع اسطوري. خلينا نشوف الفات اللي ممكن يكون بالميد. التيميت من ايفو، كذلك الوليتا التيميت وستان على مارتس، وبالفعل راح يودع كيل مهمه على جنجلر فريق الكير سكواد. هل راح يستغلها فريق الرويالز؟ فريق الرويالز مصمم على الانتفاضة، مصمم على الانتقام، مصمم على تحطيم لعنة فريق الكيرس سكواد. فهل يا ترى هذا اللي راح يكون النتيجة من الفايتات الأخيرة؟ 18 دقيقة من المتعة، 18 دقيقة من الإثارة، 18 دقيقة من المتعة اللانهائية اللي دنشوفها بين فريق الرويالز وفريق الكيرس. الاثنين يريدون الانتصار، الاثنين يريدون الحوار، الاثنين يريدون النصر الأخير بالنسبة لهم. كيرس ممكن يكون كذلك، بس الرويالز دي يريد التعادل حتى يقدر يراجع ويقدر ينافس مرة ثانية في أرضية المعركة. اللي أنا شايفه الصراحة دلوقتي قصادي إن الرويالز إي سبورت فليكر والتمت حلوة جدا دلوقتي قصادنا من شو، الدمج عالي جدا على كين كارو، بيقع ويوقع المورتاليتي الخاصة بيه. توشي موجود وفليكر والتمت موجودة من ناحية لوليتا، لوليتا موجودة والدمج عالي ولا إيه عندنا دلوقتي قصادنا من لسه بجوين الفايت. ممكن احنا نشوف حاجة دلوقتي عالية جدا من تربل، تربل بيقدر إن هو يجيب الكل على هولك، يعني بيستغني كده فريق الكيرس سكواد عن خدمات هالك. لا مش بس كده، مش معقول مش معقول فريق الرويالز اي سبورتس بينتفض حرفيا بعد تاخره في نتيجه الايرلي جيم، بيحصل على 21 كيل مقابل 14. مش ده شكل فريق مضغوط عليه في الايرلي جيم؟ ده تحس ان هو فريق هو اللي ماسك الماتش من اول الايرلي جيم. بص عندك دلوقتي الجولد بدا ان هو يفرق للرويالز اي سبورت، ولكن طبعا نقدر ان احنا نقول مش الفرق ده هو اللي دلوقتي هيشكل خطر كبير لاي فريق من الفرقتين. كروزر موجود في مكان متقدم جدا، هل يا ترى هيتعاقب للمره الثانيه على التوالي؟ نبص ايه اللي هيحصل قصادنا، ولكن الدمج غير كافي طبعا بيك تانكي جدا من ناحيه فريق الرويالز اي سبورتس. وبص عندك سكروب عايز ان هو يجيب كروزر غصب، عايز ان هو يجيب كروزر غصب، ولكن ما بيقدرش ان هو يوصل لكروزر. بص عندنا دلوقتي اللي هيحصل، بداوا ان هم فريق الكير سكواد يقربوا اكتر واكتر من البوت لين، هيضطر فريق الرويالز ان هو يعود للخلف، وبالتالي بص عندك من لسه الناحيه الثانيه كروزر يقع ولا ايه؟ كروزر ما زال مستمر على الحياه. وايف من الناحية التانية لافيريو بيحصل على الكير ريتيبيشن دلوقتي من ناحية فريق الرويالز اي سبورتس، بيحصلوا على اللورد الأول ليهم في المباراة، وبالتالي ايفولفد لورد لمصلحة فريق الرويالز اي سبورتس. عندنا دلوقتي الضغط موجود عند منطقة البلو بوف، ما زال الضغط مستمر بالنسبة لفريق الرويالز اي سبورتس. بيقدروا إن هم كمان يجيبوا فالنتينا، بيقدروا إن هم يجيبوا لارك من شوية بكايت كلود، وجابوا كمان اللورد الأول ليهم. ممكن كده نشوف الطاولة وهي انقلب على فريق الكير سكواد، ممكن يكون اول انتصار في مواجهات الرويالز اي سبورتس امام فريق الكير سكواد حتى الان. هل تتوقع؟ انا صراحه يعني قبل ما انا اتوقع انا بقيت عايز اشوف ماتش ثالث ما بين الاثنين زي ما انت كنت عايز صراحه على الاداء اللي يقدموه. كنا نريد نشوف الجوله الثالثه اللي راح تحدد من الاقوى. فهل يا ترى الكير سكواد راح يتخلى عن احلامه بهذه الهجمه الاخيره ام لا؟ بنشوف عدم رجوع مارتس ولابو لابو بالوقت المناسب حتى يدافعون عن التور اللي ممكن يكون مهم بالنسبه لهم، بس مع تقدم اللورد راح يدمر هذا التور. فهل يا ترى راح يقدرون ينهون؟ اختفاء راح يكون موجود، شو راح يحاول انه يتقرب، بس هنا فريدرن يحاول دخول موجود، بس لستان كذلك التيميت يحاول يرجع بالمورتاليتي راح ينزل، بس راح يودع تشو. الوليتا موجوده بالتيميت رهيب، وبالفعل الكير راح تكون من نصيبه. فينجز راح تكون ويا كلاود، الضرر سريع كان ممكن يودع. ذا يحاول هنا فريق الرويالز انه يرجع بالخمسه الموجودين. هل هذه نهايه الكيرس؟ هل هذه نهايه اللعنه؟ قدر يسحبه جوا التور، بس الموضوع راح يكون صعب عليك يا كروزر، وبالفعل راح يقدرون يدافعون. اللعنه لم تتحطم بعد، فريق الكيرس سكواد يقاوم، فريق الكيرس سكواد ينافس. هل هي العوده الملحميه؟ اكتب لنا رايك بالتعليقات، منو تتوقع راح يفوز؟ منو اللي عجبك المستوى؟ منو اللي عجبك الاداء؟ منو اللي عجبك الكومباك اللي ممكن تكون موجوده في ارض المعركه؟ رويالز اي سبورتس الصراحه يعني بيقدم اداء اكثر من الرائع حتى الان في المباراه الثانيه، على عكس المباراه الاولى اللي كانت رايحه للكيرس سكواد بشكل كبير جدا. دلوقتي بنشوف عندنا عوده حميده لفريق الرويالز اي سبورتس، واللي بيقدروا بيها ان هم يحصلوا على اثنين من الابراج الاساسيه لفريق الكيرس سكواد، واظن دي تكون اول مره يوصلوا فيها للمرحله دي مع الكيرس سكواد.
انا شايف ان فريق الرويالز اي سبورتس ممكن يفنشوا المباراه لو حصلوا على اللورد القادم. فاظن ان الفرقتين بحاجه ماسه للورد، وقبل ما يكونوا في حاجه ماسه للورد نقدر نقول كمان في حاجه ماسه لان هم يخرجوا حد من الانمي تيم قبل ما اللورد ينزل. 30 ثانيه بتفصلنا عن اللورد القادم في ارض الفجر، وهنشوف مع بعض دلوقتي هل اصلا فريق من الفرقتين هيستعين بخدمات اللورد ولا ممكن يطلعوا واحد وممكن يطلعوا الثاني. بص عندك سكروب دلوقتي شكل الراجل عايز ان هو يعمل فيرست فليكر باي يعني تمن ممكن، وشفناه طبعا في الديفنس، ودفاع كان برضو حديدي من ناحيه فريق الكيرس سكواد كما كان الوضع مع فريق الرويالز اي سبورتس. انا مش متخيل شكل الفايت اللي جاي ممكن يكون شكله عامل ازاي. اللورد هذا مثل ما قلت لورد مهم بالنسبه لهم، دي يحاولون الفريقين انه يضمنون، بس المباراه راح تكون صعبه، ممكن نشوف غدره من واحد من الفريقين من واحد من الطرفين. دي يحاولون يسحبون اللورد والفريقين راح يتجهزون، جلو راح يحاول يسوي ريكول، بس مثل ما نشوف لارك هنا موجود، عرفوا انه سوى ريكول ممكن يدافع عن تور البوت لين، هالك راح يحاول يتقرب، وكذلك بدنا نشوف ارشيفين دي يحاول يسحب اللورد باتجاهه، وباقي اعضاء الفريق راح يكونون موجودين هنا. نشوف فيوري ما عنده التيميت، اوه ضرر سريع على كلاود، راح يضطر انه يتراجع ويفعل الفينجز، فاقتلهم شو بس الشيلد موجود من لوليتا، دي يحاول بالفيرس مارتس راح يتقرب، سلو افكت راح يقوم بالفعل ميليسا شوفهم علمهم ابدعهم، ودي نشوف الكلات الموجوده، اجى هالك باللحظات الاخيره حتى يحصل الكيل، بس بالمقابل خسروا ثلاث شخصيات الرويال الرابع رايح يرجع، الرابع ممكن يكون هالك، ومع وجود جلو والامورتاليتي راح تكون موجوده هنا، الامل الوحيد هو كلاود. كلاود راح يحاول انه يتقرب، واللي هو لارك وبعد عايش لحد هذه اللحظه، هالك ده يحاول انه يقاوم، ده يحاول التراجع، ممكن يتراجع، بس كلاود راح تكون مهمتك صعبه بعد مستمر. هالك لاكثر من مره ده يتواجه ضد اكثر من شخصيه، وده يقاوم وده يستقتل وده يقاتل لحد هذه اللحظه. شوف الشيلد، شوف الباسيف، شوف الالتيميت، وبالنهايه فايت طويل ده يكون، وده يعانون ضد اكس بي لينر فريق الكيرس سكواد، مباراه من نار، مباراه تاخذ الانفاس، ما حد يعرف من اللي راح يغلط، ما حد يعرف من اللي راح يفوز، النتيجه راح تكون ممكن تكون للطرفين باي لحظه. انا شايف ان دي ممكن تكون تروح معانا لاطول مباراه حتى الان في مواجهه الابطال في نسخه الثالثه للام بي ال مينا. شايفين دلوقتي عندنا كينج كارا مرتاح على الاخر في منطقه اللورد، وبالتالي ممكن كده يكون هو في الاغلب، ما هوش ممكن، هو اكيد اللورد الثاني ليه مصلحته. ما اعرفش توش الصراحه فتح الالتيميت ليه، بس يعني الراجل يعني ممكن يعمل الكامباك حقه ويعمل اللي هو عايزه الصراحه. شايفين دلوقتي عندنا فريق الرويالز اي سبورتس وهو بيحاول ينظم صفوفه، بيحاول ينظم المينيونز، وبالتالي ممكن ان احنا نشوف فينش من ناحيه فريق الرويالز اي سبورتس بعد ما كان في فرصتين من ناحيه الكيرس سكواد ان هم يفنشوا. ولكن في مصطلحات كل الالعاب ممكن نقول اللي غلط او اللي ضيع الفرصه يستحمل الخساره، وممكن بالتالي يكون ده هو كلام فريق الرويالز اي سبورت، واللي دلوقتي بدا اللود معاهم يتقدم من التوب لين. مباراه راح تكون صعبه، ومثل ما قلت الحدثه تعتبر واحده من اطول المباريات اللي راح تكون موجوده ويانا. فريق الرويالز لازم يستغل هذا الشيء، تور اساسي وحيد باقي بالنسبه للكيرس، لازم يتخلصون من هذه العقبه، السوبر مينيونز راح يقدرون يساعدون اذا قدروا يتخلصون من هذا التور. خلينا نشوف شنو ممكن يصير وشنو ممكن يسوون الفريقين موجودين حتى يخلون اللمسات الاخيره. فهل يا ترى راح تكون النهايه ام لا؟ شوفنا منو اللي راح يبلش الفايت الصحيح، فعلته الالتيميت او فيوري تحديدا حتى يحاول انه يدافع، فاتلهم بضرر ضغط كبيره، كلاود يحاول ويا الفينجز بس اللورد يتقرب، هاك ده يحاول انه يصيده التيربل، بس المباراه لا تكون صعبه، فليكر راح يقدر يتراجع، بس مع هذا الفريق ده يحاول ممكن ينهون، ممكن ينهون، بس هنا هاك قدر يجيب الكيل وراها الثانيه، فريق الكيرز انها الانتقام، انها العوده، الرابع ممكن يكون موجود وياهم، وبالفعل الشت داون حركه مرتده من فريق الكيرز تقلب الموازين من محكوم عليه الى حاكم ومسيطر وامر وكاتب ويانا باللحظات الاخيره من عمر المباراه، 70 ثانيه تقريبا لحد ما ينزلون، هذا هو الدفاع الاسطوري، هذا هو الدفاع من حديد، هذا هو الدفاع من قبل فريق الكيرز سكواد. الكيرز سكواد دلوقتي على موعد مع نهايه نظيفة وحصول على 3 نقاط لفيريو في مهمة الدفاع أمام 4 عايشين من ناحية فريق الكيرس سكواد. شايف إن هي ممكن إن ما كانش أكيد تكون الفينش بالنسبة لي فريق الكيرس سكواد. 26 ثانية هل هيقدر يشتريها لهم لافيريو من ناحية فريق الرويالز إي سبورتس؟
ممكن يعمل كلير لواحد بس خلي بالك لسه 20 ثانية عشان اقرب واحد من الانمي تيم يظهر. بص عندك ده مش عالي جدا من ناحية ارجمن، ارجمن قدامك عالي جدا والكومباك ممكنة. ماذا هنالك ليقال؟ ماذا هنالك ليقال؟ فإذا وقفت أمام فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جماله.